السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام في كل مكان. وحشتونا جدا جدا جدا، وزي ما احنا عارفين ان الدراسة بتاعتنا انتهت لغاية يونت 10 الوحدة العشرة. وطبعا ما كنتش ناوي اكمل باقي المنهج انا، عشان في الاجازة طبيعي ما حدش عنده خلق للحاجات اللي فيها تعليم ودراسة، لكن من ناحية تانية في ناس طلبت مني اكمل باقي المنهج عادي، اكمل يونت 11 يونت 12 الوحدة ال 11 و 12. النهارده ان شاء الله هناخد مع بعض يونت 11 الوحده ال 11 اللي هي بعنوان ات ذا بلانيتيريوم، في مبنى القبه السماويه، المكان اللي بنشوف منه الكواكب والنجوم. اهلا بكم مره ثانيه. ليسن 1 درس الاول كونفرسيشن تايم، وقت المحادثه. قلنا كلمه بلانيتيريوم مبنى القبه السماويه، بلانيتوريوم نحفظها كده بلانيت بعدها كوكب، بعدين المقطع اوريوم بلانيتوريوم بلانيت كوكب، بعدين المقطع اوريوم بلانيتوريوم قبة السماوية. سناك بار مطعم للوجبات الخفيفة، سناك بار. جيفت شوب محل الهدايا. ميوزيوم متحف بلانيتس كواكب ستارز نجوم شو عرض يا يعني يس، تايم وقت او مره، تايم بمعنى وقت، دينر العشاء، دينر لانش الغداء، وطبعا عندنا بريكفاست الفطار، بريكفاست كيدز اطفال، تدي اليوم يعني النهارده، تدي كيدز اطفال، هتساوي كلمه children برضو اطفال، كيدز جيفت هديه، جيفت great رائع، دي عبارة عن صفة great رائع، great sorry آسف، thirsty التيه هنا صوت الث، thirsty عطشان، hungry جوعان. phrase and expressions تعبيرات وعبارات مهمة. have time لديه وقت، عنده وقت، have time see a film مشاهد فيلم، خلينا نترمي الأول see a film مشاهد فيلم، see a film. catch the bus، catch بمعنى يلحق به أو يمسك أو يصيد حسب اللي بعدها، هنا اللي بعدها كلمة bus، catch the bus يعني يلحق بالأتوبيس، catch the bus. want to بعدها فعل في المصدر، أي فعل بدون أي إضافات، want to eat يريد أن يأكل، want to go يريد أن يذهب. buy something for someone يعني شري حاجة لشخص، مثلا لما اقول I want to buy a gift for my father، buy a gift for my father اشتري هدية لمين؟ لأبي. الأفعال زي ما احنا عارفين أفعال منتظمة أفعال غير منتظمة، أول فعل فعلي هاري يسرع، هاري الماضي منه hurried أسرع في الماضي، هنحذف ال y ونحط بداله IED، هاري يسرع hurried أسرع. want يريد، wanted أرادة، wanted دي افعال منتظمة عشان الماضي منه ضفنا له ed في الماضي. اما المجموعة التانية زي ما هنعرفين مجموعة افعال غير منتظمة، يعني الماضي منها هيتغير، زي الفعل سي ماضيه saw يرى رأى، see saw. have او has ماضيهم had، يمتلك امتلك. buy boat يشتري اشترى، buy boat. الافعال دي حفظ نحفظها. have to يجب ان، الماضي منه had to. catch يلحق بي اتوبيس مثلا، catch الماضي منه coat زي buy boat، catch coat. كان يستطيع، could استطاع، كان could. نقرأ المحادثة مع بعض. المحادثة بين كيم رامي and ميس ناديا، هما دلوقتي في planetarium في القبة السماوية. كيم بيقول wow did you see all the planets and stars، هل رأيتم كل النجوم والكواكب؟ طبعا did بعد الفعل في المصدر see، all بمعنى كل. Did you see all the planets and stars؟ رام بيقول Yeah. That was a great show. كان عرضا رائعا. إنه كان عرضا رائعا. كيم مس ناديا بعدين كاما يعني يا مس ناديا. Can we go to the snack bar؟ هل يمكننا الذهاب إلى مطعم الوجبات الخفيفة؟ Can we go؟ كان برضو بعد الفعل في المصدر go، والفعل في المصدر infinitive يعني الفعل بدون أي إضافات. Can we go to the snack bar؟ رامي بيقول Can we go to the gift shop؟
يبقى كيم عاوز يروح سناك بار ورامي عاوز يروح جيفت شوب محل الهدايا. مس ناديه بتقول نو كيدز لا يا اطفال وي دونت هاف تايم وي دونت هاف تايم ليس لدينا وقت ما عندناش وقت. بات اي وانت تو باي جيفت فور ماي داد لكنني اريد ان اشتري قلنا وانت تو بعدين فعل يعني اريد ان عاوز اي وانت تو باي جيفت فور ماي داد قلنا باي شيء فور شخص يعني يشتري شيء لشخص اشتري هديه لاجل ابي او لابي. But I want to buy a gift for my dad. رامي بيقول and I'm thirsty وأنا عطشان. Please Miss Nadia. لو سمحتي يا Miss Nadia قلنا كما بمعنى يا. We will هذه سوف نسرع. هنروح بسرعة يعني. Sorry kids. We have to قلنا have to بمعنى يجب علينا. We have to catch the bus. يجب علينا أن نلحق بالباص. We have to أو have to بعدها الفعل في المصدر زي ما قلنا من شوية قلنا want to برضو بعدها الفعل في المصدر. نقرأ المحادثة بسرعة مع بعض. Wow, did you see all the planets and stars? Yay, that was a great show. Miss Nadia, can we go to the snack bar? Can we go to the gift shop? No kids, we don't have time. But I want to buy a gift for my dad. And I'm thirsty. Please, Miss Nadia, we will hurry. Sorry, kids, we have to catch the bus. ودلوقتي يا شباب بعد ما قرأنا المحادثة وفهمناها نحل مع بعض اكسرسايز تدريبات على lesson 1. أول سؤال دايرة حول الكلمة مختلفة. Number 1, hurry يسرع. Catch يصيد. See يرى. Dinner يعني وجبة العشاء. طبعا مختلفة هنا dinner عشان كلهم verbs هنجيب أي verb لكن go الفعل go يذهب. Number 2, planetarium القبة السماوية. Time وقت أو مرة. Museum متحف. Shop محل. طبعا المختلفة هنا كلمة time كلهم أماكن places أما time ديت مش مكان هنجيب أي مكان ولكن زو حديقة الحيوان. Number 3 gift هدية. Dad mom brother طبعا brother أخ. مختلفة هنا كلمة gift هدية كلهم أفراد الأسرة أب وأم وأخ هنجيب مثلا sister أخت sister. أما number 4 ياسر نادية كريم سامي طبعا مختلفة هنا كلمة نادية كلهم أسماء boys أولاد لكن نادية طبعا اسم بنت هنجيب مثلا نكتب كلمة اسم علي أو أي اسم تاني. Number 5 planet كوكب bus taxi train train بمعنى قطار. إذا مختلفة هنا شباب كلمة planet كلهم transport forms أشكال مواصلات أما planet ده كوكب هنجيب مثلا car سيارة. Fill in the gaps using words in the box. نملأ الفراغات بهذه الكلمات. Bar عرفنا من شوية كلمة snack bar معنى مكان لبيع الوجبات الخفيفة. Planets كواكب. Sandwiches معروفة sandwiches. Plants نباتات. Buy اشتري. نخلي بالنا الفرق بين planet و plant. Planets كواكب. Plants زرع. وفي كلمة plans خطط وكلمة planes اللي هي طائرات. Ayman and his friend Ahmed went to the planetarium yesterday. Ayman وصاحبه أحمد ذهب إلى القبة السماوية أمس. They saw and stars. هم شاهدوا إيه والنجوم أكيد planets. شاهدوا الكواكب والنجوم. Then بعد ذلك they went to the snack or the snack bar. Snack bar. They were hungry. كانوا جوعانين. They ate it الماضي من eat eat يأكل eat أكل هنا بالجمع أكل عشان قبلها they ate أكلوا they ate some أكلوا some sandwiches بعض الساندويتشات they ate some sandwiches. They wanted to go to the gift shop هم أرادوا أن يذهبوا إلى محل الهدايا to a gift to a to buy a gift قلنا to بعد الفعل في المصدر buy اشتري. Choose, اختر. Number one, I want to buy a for my dad. أنا أريد أن أشتري لأبي أشتري star, gift show, nap. أيوة, gift, هدية. Number two, sorry, I don't time. قلنا يمتلك وقت أو عنده وقت, لديه وقت, have time. I don't have time. Number three, am, give me some water أو some water. Water بمعنى مية, أعطيني, أعطيني, give me, أعطيني بعض المياه عشان أنا إيه؟ Hungry, sorry, thirsty, happy. أيوة, thirsty, عطشان.
Number four. Hurry up. أسرع. We have to the bus. We have to. يجب علينا an إيه الأتوبيس. Miss, catch, go, want. أيوة. We have to catch the bus. يجب علينا أن نلحق إيه؟ نلحق بالأتوبيس. يجب علينا أن نلحق بالأتوبيس. Number five. Rearrange الترتيب. Number one. Have time. We don't. إحنا عارفين الفاعل اللي هو we بعد الفعل have. لكن مع وجود don't هقول we don't have time. We don't have time. Number two, see, you did planets there. نبدأ السؤال بـ did بمعنى هل وبعدين الفعل you وبعدين الفعل في المصدر. See, did you see the planets? Number three, great it show was a. نبدأ الجملة بـ it وبعدين was. It was زي ما أخذنا في المحادثة لما قال لهم It was a great show. كان عرضا رائعا. Number four. We go can to shop the gift. نبدأ السؤال بكان بمعنى هل نستطيع بعدين الفاعل we وبعدين الفاعل في المصدر go. وإحنا عارفين go بمعنى يذهب بعدين حرف جر to. يبقى can we go to the gift shop. هل يمكننا الذهاب إلى محل الهدايا؟ Number five. See the did you show. نبدأ السؤال بديد بمعنى هل وبعدين الفاعل you وبعدين الفاعل في المصدر see وبعدين the show. Did you see the show. هل رأيت العرض. Listen to the الثاني where time وقت الكلمات. النهاردة الكلمات عبارة عن planets in the solar system. الكواكب في المجموعة الشمسية منها Mercury. Mercury عطارد Mercury Mercury Saturn Saturn زحل Saturn Saturn Venus Venus الزهرة Uranus Uranus مش أورانوس بالعربي أورانوس لكن in English Uranus Uranus أورانوس Earth Earth كوكب الأرض Earth Neptune 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 كوكب نبتون Mars Mars المريخ Mars Jupiter Jupiter المشتري أو ممكن نقولها Jupiter Jupiter أو Jupiter هنا برضو Saturn أو Saturn Saturn أو Saturn الاثنين صح Mercury Saturn أو Saturn Venus Venus Uranus Uranus Earth Earth Neptune Neptune Mars Jupiter أو Jupiter Adjectives الصفات Big كبير عكسها Small صغير Close قريب عكسها Far بعيد Ticket تذكرة Ticket Cool كاميرا كاميرا رائعة كلمة Cool بمعنى رائع حسب كلمة Great أو Fantastic أو Wonderful كله بمعناهم رائع Exercise على Listen 2 تدريبات على الدرس الثاني طبعا أول سؤال دائرة حول كلمة مختلفة نبدلها Number 1 Park Gift shop, school, found. طبعا park, gift shop, school دول أماكن, places. أما found ده فعل في الباست في الماضي. Found دائرة عند found ونجيب أي مكان تاني. ولكن مثلا هقول مثلا سينما أو أي مكان طبعا تاني. Ticket تذكرة. Big كبير. Small صغير. Far بعيد. Far, small, big دول adjectives صفات. أما ticket noun اسم دائرة عند ticket ونجيب أي صفة تانية ولكن tall طويل. Happy سعيد sad حزين إلهام إيمان Earth إسراء إلهام إيمان إسراء دول أسماء أشخاص بنات إناث وطبعا Earth كوكب الأرض دائرة عند Earth ونجيب أي اسم بنت مثلا ندى Number 4 Teacher Camera Cashier Clerk Clerk موظف أو كاتب Cashier الكاشير Teacher معلم Camera طبعا الكاميرا دائرة عند الكاميرا ونجيب أي وظيفة تانية ولكن Doctor طبيب Number 5 Mercury Earth Museum Venus Mercury Earth Venus دولت الكواكب planets أما museum ده مكان دائرة عندي museum ونجيب أي كوكب تاني وليكن Neptune
ونخلي بالنا هنا شباب الكواكب اولها حرف كابيتال. نمبر 2 fill in the gaps، نكمل الفراغات بهذه الكلمات. From two planets than Earth. There are 8 planets in the solar system. يوجد 8 كواكب في المجموعة الشمسية، 8 كواكب يعني. We live. We live، نحن نعيش. نعيش على ايه؟ Live on، نعيش على طبعا Earth، كوكب الأرض. Saturn is bigger. Bigger احنا خدنا درسنا في الترم الثاني في اول يونت، قلنا الصفة هي are than، bigger than، smaller than، shorter than، taller than. هنا bigger than، اكبر من. Mercury is the smallest. عطارد يكون اصغر. اصغر ايه؟ اصغر planet، اصغر كوكب planet. Venus is next. احنا عارفين حرف الجر من زمان next، بعدها حرف الجر ايه؟ two، next two، بجانب. Read and answer، اقرا واجب. امل and Yara went to the planetary yesterday. امل ويارا ذهبوا الى القبة السماوية امس. امل and Yara saw all the planets، شافوا او رأوا شاهدوا كل الكواكب. They are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. طبعا دول اسم الكواكب. We live on Earth، نحن نعيش على كوكب الارض. It's our planet، ده الكوكب بتاعنا، كوكبنا. Saturn is bigger than Neptune، ساترن اكبر من نبتون. Jupiter is the biggest planet، Jupiter اكبر كوكب. Mercury is the smallest planet، Mercury اصغر كوكب. Mars is next to Earth، Mars بجانب كوكب الارض. Fill in the blank boxes with true or false، املأ الفراغات ديت بصح او خطا. Neptune is the biggest planet، نبتون اكبر كوكب، طبعا اجابه فولس، صح هنا تحت كلمه فولس. نمبر 2 earth is our planet، الارض كوكبنا، طبعا ترو. There are 10 planets in the solar system، يوجد 10 كواكب، طبعا فولس. انسر اجب، طبعا اجب السؤال من القطعه برضو نفس الكلام. نمبر 4 which planet is next to earth، اي كوكب يكون جنب الارض، بجانب الارض. Mars is next to earth. Number 5 where did Amal and Yara go yesterday، اين ذهبوا امل ويارا امس، راحوا فين؟ حسب القطعه they went، went الماضي بين go، go ما ده went عشان في سؤال بي did، سؤال في الماضي، يبقى الاجابه في الماضي. They went to the planetarium، ذهبوا الى القبه السماويه. Number 4 rearrange، رتب. Number 1 we earth on do live، نبدا السؤال بdo بمعنى هل، do بعد الفاعل we، do we هل نحن، do we live on earth هل نحن نعيش على كوكب الارض. Number 2 Mercury next is Venus 2، نبدا الجمله Venus وبعدين الفعل is، Venus is حرف جر next 2 وبعدين Mercury. One which smallest is that، نبدا السؤال بكلمه which، which ايهم بعدها كلمه one، which one، which one is the smallest، أيهم يكون الأصغر. Number 4 biggest is Jupiter the planet، يبدأ Jupiter، Jupiter كوكب المشتري وبعدين is، Jupiter is the biggest planet، أكبر كوكب. Number 5 look and write a paragraph on the rocket. فقرة طبعا من 5 جمل، هنلاقي الجمل في صفحة رقم 151 في الكتاب طبعا بيت باي بيت. الجمل اهي، هقول these are the planets in the solar system، هؤلاء كواكب في المجموعة الشمسية. There are 8 planets، يوجد 8 كواكب. Mercury is next to the sun، Mercury is next to the sun، بجانب الشمس. We live on earth، نحن نعيش على كوكب الارض. Jupiter is the biggest planet، Jupiter يكون أكبر كوكب. الترقيم طبعا هي W capital، حرف capital، وقلنا الكواكب أول حرف capital هنا U capital، وفي الآخر علامة استفهام عشان ده سؤال، سؤال بأين. يوسف ال Y capital عشان حاجتين، هنا ال Y أول حرف الجملة وعشان اسم شخص يوسف. فرح هنا F capital، ساترن S capital عشان اسم كوكب، في الآخر full stop نقطة.